أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم همسات في حياتنا. وطبعا الحلقة اللي فاتت كنا وعدنا حضراتكم إن الدكتور مصطفى هيكون موجود معانا وهيكمل على الحلقة اللي فاتت وهيكمل موضوع الجن العاشق. طبعا برحب بحضرتك في الأول يا فندم، مرحبا بحضرتك دكتور رشا، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. حتة جن وعاشق دي شوية بتخلينا إيه يعني اللي هو نفكر، هو الجن أصلا بيحب؟ وهل الجن العاشق ده بيكون جن عاشق للرجل او للست؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وايه هي علاماته؟ ماشي يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، طبعا وعدناكم في الحلقة الماضية ان يكون حوارنا اليوم عن الجن العاشق. وطبعا الدكتور رشا سألت سؤال يعني في شيء من الذكاء شوية، أو عايزين نقترب، يعني إيه جن عاشق؟ وهل الحاجة دي حاجة مفرحة ولا محزنة؟ يعني منبط السؤال، هل أنا أبقى فرحان لما يبقى عليا كذكر جنية عاشقة، أو كانت أنثى عليها جن عاشق؟ طبعا الجن لما بيعشق الإنسان عشقه شديد جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن الجن لا يرى بالعين المجردة. قال الله عز وجل: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فعندما يعشق الجني إنسية، هي صورتها الطبيعية ما بتتغيرش، لكن هو ممكن يجي لها في صورة أبهى الصور وأجمل الصور، وهو في الأساس كلب، خلقته الحقيقية كلب. فإذا الحتة اللي بيخترقون من خلالها الجن والشياطين إنهم قادرون على التشكل في صور متعددة. ولذلك عندما يصاب الرجل بجنية عاشقة فبتغار عليه من امراته، او لو ما كانش يتجوز بتغار عليه انه يتجوز اساسا. كل ما يتقدم لخطبه واحده طبعا يبوء بالفشل، هي ترفض انه ترتبط بيه. وكذلك الانثى اذا جالها عريس يتقدم بيها وهي لسه انسه وعليها جن عاشق، بيأثر عليها في موضوع الزواج. اتفضلي. كتير بقى بنسمع، وخاصه يعني في الارياف، او مش هنقول بقى في الارياف، يعني الناس الكبار في السن تقول لك ايه: لا ما تلبسيش كويس قبل ما تنامي، ما تحطيش ميك اب قبل ما تنامي. تمام، ده مرتبط بسؤال عايزه اعرف، هل في علاقه بين الميك اب واللبس قبل النوم، وده بالنسبه للست طبعا، وبين الاسباب ان يحصل تلبس الجن العاشق بالست؟ يعني انا دلوقتي السؤال عايزه اعرف ايه اسباب تلبس الجن العاشق بالست، واسباب تلبس الجن العاشق بالرجل؟ تمام. اولا تلبس الجن العاشق بالست بيجي لها سواء الست قبل الزواج حضرتك ولا بعد الزواج. سؤال حضرتك بعد الزواج. والله انا لقيته بعد الزواج واحيانا قبل الزواج. ماشي. يعني على الحالتين الجن العاشق جن خطير، جن شرس، يؤذي الست او البنت الانسه. اذا حب بحب بيحب بشده، لانه بيأثر على قلب الواحده وعلى مخها. طبعا بيأثر على النوم عندها، بيخليها دائما في حاله شرود ذهني، بيخليها في حالة انطواء، تحب تقعد لوحدها كتير، تحب العزلة. دي علامات الجن العاشق على الست أو البنت. كثيرة التفكير، طبعا شريدة الذهن، بيأثر عليها طبعا من ناحية الجواز زي ما قلنا، وبيأثر على الست المتزوجة من ناحية العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها. هل إذا كانت بتعمل ميك اب أو بتتزين لزوجها دي بيخليها تلتبس؟ لا طبعا. حكايه ان احنا نكون في بيتنا شيء من السرور والفرح دايما نغطي الصور ونغطي المرايات وما نلبسش وما نعملش، لا طبعا. هو الجن العاشق يخترق عندما تحصل فجوه بين الزوج والزوجه. اذا كان في فجوه عاطفيه عند الست بيتخلل جسدها من خلال هذه الفتره. واذا كذلك الرجل اذا كان في عنده مشاكل كثير او كلام من ده، ممكن الجنيه بتشفق على الرجل فبتدخله من الباب ده. فاذا دخلت جسم الرجل او الست فبتبقى تحب حب امتلاك، حب الجن للإنس حب امتلاك. ولذلك في حالات العلاج دايما بيبقى إذا كان الجن نصراني أو يهودي ما بيقبلش الخروج بسهولة، فبنضطر إن احنا نحرقه على الجسد. معايا مفاجأة الحلقة، وحقيقي شيء جدا مش متوقع، ودي مداخلة من شخص يعني ليه فضل عليا أنا شخصيا، وكان ليه فضل على البرنامج عندي، ويمكن سبب أن البرنامج كان سمع وكان البرنامج ليه صدى في الفترة اللي فاتت، فكان وجود الإعلامي الدكتور محمد الغرباوي في البرنامج. وطبعا أنا يسعدني مداخلة الدكتور محمد معانا، بيمسي على الدكتور مصطفى طبعا وعلى المشاهدين، وحبينا أن هو يتواجد معانا بصوته في نهاية السيزون.
اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكم، السلام عليكم الاول. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا برحب طبعا بدكتوره رشا الاعلاميه الجميله المتميزه، ودكتور مصطفى فوجازي على المعلومات الجميله اللي بيفيدنا بيها كل اسبوع. تسلم دكتور محمد. تسلم دكتور محمد على ذوقك. انا بشكركم جدا، لان القضيه دي قضيه العصر فعلا اليومين دول، وناس كتيره بتعاني منها، ويمكن في ناس كتيره ما تعرفش اصلا الموضوع ده يخصهم. فبشكر حضرتك جدا يا دكتور مصطفى، وبشكر حضرتك يا دكتوره رشا على الافكار الجميله بتاعتك، وبالتوفيق ليك يا رب ان شاء الله. حبيبي دكتور محمد، احنا انا بشكر حضرتك على المداخله الجميله، وان حضرتك تكون موجود معايا في نهايه السيزون، حتى لو مش موجود معانا وجود مادي، فانت موجود معانا بصوتك، ويعني ودايما البرنامج بيبقى فيه لمسات من لمساتك. وانا قدام كل المشاهدين على الهواء بقول ان كل حاجه جميله في البرنامج كانت بفضل توجيهاتك ليا. ربنا يخليك على راسي، وبالتوفيق ليكم، وانا سعيد ليكم وفخور جدا بحضرتك ودكتور مصطفى طبعا. تسلم دكتور محمد. شكرا دكتور محمد. أستاذنكم تفضل. نكمل يا دكتور الحلقة، وإحنا قلنا كده بالنسبة للست أسباب تلبس الجن العاشق بالست، طب أسباب تلبس الجن العاشق بالرجل؟ هي نفس الأسباب اللي بتلبس بها الجن العاشق للست بتلبس بها الجنية العاشقة للرجل. إذا الرجل، عشان نصحح القول، الرجل تلبسه جنية عاشقة وليس جني ذكر عاشق، والأنثى يلبسها جني ذكر عاشق وليس الجنية زيه. ولذلك دايما الجن العاشق عندما يؤثر على الست بيأثر عليها في كذا حاجة. الحاجة الأولانية قلنا الخطبة والزواج. الحاجة الثانية إذا تزوجت البنت أو الآنسة وهي عليها جن عاشق، فممكن يأثر عليها في عملية الحمل، بيجي في عند العلاقة الحميمة بين العريس والعروسة في بداية زواجهم، وبيخرج الحلويات المنوية فبيحصلش حمل، ممكن يسقطها في الشهر الثالث في الشهر الرابع في الأول، حتى تغلب الحالات اللي بتجي مثلا في الشهر الثالث وهي حامل تقوم جام سقاطه، تيجي في المره الحمل الثاني الثالث في نفس الميعاد في نفس التوقيت بتسقط بنفس الطريقه. فلما بنقرا عليها دكتور رشا بنلاقي عليها جن عاشق. طب ازاي ان انا احكم، او حضرتك طبعا تحكم على ان الشخص ده او الست دي فيها جن عاشق؟ في الاحلام والكوابيس. نبدا بالاحلام. ترى نفسها دائما في فرح. إذا كانت متزوجة فبتلاقي العريس مش جوزها، دي عليها جن عاشق. البنت الأنسة وهي قبل ما تتجوز بتشوف نفسها في الأحلام دايما في فردة مداس أو لا مؤاخذة شبشب أو جزمة، بتبقى رايحة منها ماشية بفردة واحدة بس، وبتدور على التانية ما بتلاقيهاش وهو العريس. دايما بتشوف نفسها بتتجوز في حال مع أشخاص ما تعرفهمش وما ينفعش إنها تتجوزهم، محارم يعني، بيبقى عريسها. فدي بيأثر على البنت، أو دي علامات اللي بتبين لنا إن هذا الرجل أو هذه الست عليها جن عاشق. كلها أحلام؟ لا، وفي الحقيقة، ما احنا قلنا في الحقيقة مثلا بتبقى مش عايز تتجوز خالص، بيجي لها عرسان، بتجي لها فرص في الجواز، فرص كبيرة جدا وجميلة جدا، وشاب ما فيش عليه غبار، ومع ذلك ترفضه، ويجي عريس تاني ترفضه، وبتبقى في حالة دجاج قلب شديدة، وما بترضاش تقابل العريس، لو يجي العريس تقدم لها ما بترضاش يتقابله، وبتقعد في أوضة منعزل لحد لما تنتهي وتفشل الخطوبة، تتعود لحياتها الطبيعية تاني. انا حصلت معايا حاجه، يعني الصديقه ليا ان حد كان يعني شافها في مناسبه، فقال لها، كان طبعا يعني في نفس المجال كده زي حضرتك، فقال لها من هيئتك كده، لا ده في حد عشقك، جن عشقك. طب ايه، عرفت ازاي؟ اصله باين في عينك الشمال. تمام، هل لي علاقه؟ اه اكيد بيبان فعلا في حدبة العين الشمال، بتبقى فيه رفة. وذلك احنا ما قلنا من أسباب أو من طرق كشف على المريض أو الشخص مسحور أو مش مسحور، إن المريضة بتحط إيدها اليمين على عينها اليمين وبتبص بعينها الشمال. إذا رفت العين حصل فيها رعشة أو حدبة العين السودة طلعت لفوق، تبقى الشخصة دي متأثرة سواء بسحر أو بس أو لبس. اللي ممكن يقدر يعمله ما بينها وبين جوزها، او ما بينها وبين خطيبها، او ما بينها وبين حبيبها، اللي هو ممكن يعني ايه حدوده ان هو يعمله؟ كل شيء. بمعنى ممكن يعطل عليه في شغله عشان ما يصرفش على البيت فينوقف حاله فتطلب الزوجه الطلاق. في العلاقه الحميمه بيربط الزوج عن الزوجه، او يربط الزوج عن الزوج. هتقولي في ست او بنت بترتبط، هنقول عندنا في انواع من انواع الربط اللي هو سحر الانسداد. الرجل يبقى كويس بعيد عن زوجته، لما يجي يقرب منها يحصل له ربط، ما يعجز جنسيا انه يقوم بواجباته الزوجيه. ف
ففعلا في عنده ما بيعرفش ينام بالليل جنب مراته، لازم يمشي ينام في حته مكان او مكان بعيد عشان يجي له نوم او ينحس. طب وايه العلاج اللي احنا ممكن نستخدمه او ازاي نتخلص من الجن العاشق ده؟ علاج الجن العاشق سواء على الرجل او الست، اولا يبدا بقراءه سوره يوسف والنور، تنقرئ على ماء ويشرب ويستحم ويرش الاوضه اللي بينام فيها سواء الزوج او الزوجه او البنت اللي لسه ما اتجوزتش، كل يوم مره لمده 5 ايام. يشرب او البنت تشرب باستمرار حتى تملا بطنها، يعني كل ما تشرب ما يبقى دي خلال اسبوع. قراءه قبل ما تنام تقرا سوره يوسف والنور، وكذلك الايه الزوج او الرجل يقرا سوره يوسف والنور قبل ما ينام. المسك، انا لسه كنت من ضمن الادوات من ضمن الادوات اللي بتستخدمها او الادوات اللي بيستخدمها المعالج الروحاني او اللي بيعالج بالقران الكريم، طبعا ادوات عديده اولها واهمها المسك. طبعا المسك لازم يكون مسك روحاني، بمعنى ما يكونش مسك كاتم زي اللي بيظهر في السوق وبينفر منه سواء الرجل او الست او اللي محيط بيك، لا، في مسك روحاني. لو فتحت الازازه كده وشميت الريحه بتاعته هتلاقي ريحته طبيعيه تقبلها الجسد، لان الجن والشياطين يا دكتوره بيكرهوا الريحه الطيبه. في حوار الجن العاشق كيف نستخدم المسك في علاج الجن العاشق؟ قبل كده، قبل السؤال ده يعني حضرتك بتقول الجن العاشق ده بيكره اي ريحه طيبه، تمام. طب ما ممكن اي برفيوم ينفع؟ نعم يا فندم، يعني ممكن اي برفيوم، ممكن اي معطر. لا، ما هو المسك سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاجات المسكيه التي تتعطري بيها البرفيوم ده بعد ما دخل جسمك، ما احنا قلنا انت تتزين لزوجك عادي ما فيش اي مشكله او اي حاجه. لا انا اقصد ان انا يعني احنا بنستخدم المسك عشان نطفشه، تمام، عشان ريحته طيبه، تمام. طب ينفع، هل ضروري المسك ولا ممكن اي برفيوم تاني عادي؟ لا، ضروري المسك للاسباب اللي هقول لحضرتك عليها. طيب يلا عشان المشاهدين يستفيد. اول حاجه المسك بلي دوره يا جماعه، مسك حاضر، لازم تدهن 32 فتحه في الجسد اللي هم فتحات الجسم كليته عشان ما فيش منفذ للشيطان او الجن. هتعمل البرفن كده على صوابعك يا فندم، هندور الجزازه او البليه الدواره في الاذن، في الاذنين، ادي 2، ادي 4، ادي 6، الفم 7، حلمتي الثدي 8 و9، فتحه السر 10، القبل والدبر 11 و12. فاضل معانا قد ايه يا دكتوره؟ 12 من 32 20 فتحه. اصابع اليدين والقدمين بين الظفر واللحم، دي مدخل من مداخل الشيطان، لازم ندهنهم بالمسك ده اهو جسمك قبل النوم وبعد القيام من النوم لمده اسبوع، مع قراءه سوره يوسف والنور شربا ورشا واستحماما. عشان كده قلت للدكتوره رشا ما ينفعش البرفن يا فندم، لان كانت البرفن بخاخ فمش هينفع نستخدم معاه المسك. المسك 32 فتحه، الثياب اللي بيلبسه الرجل او البنت اللي عليها جن عاشق يكون معطر بالمسك لانه بينفر منه الجن والشياطين. دي اسمها حالة إزهاق أو بنكره الجن في الجسد. طبعا الراقي أو المعالج يقرأ على الحالة بعد ما يكتشف إنها عندها جن عاشق سواء رجل أو ست، ويبدأ يخاطب الجني إذا كان يهودي أو نصراني على غير دين الإسلام ويعرض عليه الإسلام، إذا أسلم فيأمره بالخروج طاعة الله عز وجل. فكان الإمام أحمد بن حنبل كان يعالج المصروع بقطعة من الخشب يضرب على عنقه ويقول له أخرج طاعة لله. كان الجني يرد عليه يسرع المريض ويقول له أخرج طاعة لك، يقول له الإمام أحمد بن حنبل بل أخرج طاعة لله عز وجل. طب أبى الخروج، في أنواع من الأبخرة معينة مع آيات العذاب مع آيات الحرج بيفهمها المعالجين. واحدة واحدة بس عشان ما تاخدناش في الكلام. اتفضل يا فندم. هو أنا سمعت إن هو لما بيخرج بيضر الجسم، بيعمل أي حاجة، يعني بيعمل مرض معين، بيثقب مكان معين. إذا كان المعالج غير متمكنا، برافو عليك يا دكتور رشا، دايما بتاخديني في حتايت فنية. أصل أنا بحب أركز بس. تمام. إذا كان المعالج غير متمكن أو الشيخ الروحاني غير متمكن، ففعلا الجن بيهدد أخرج من عينها، أخرج من بطنها، أخرج مش عارف من فين، في أماكن طبعا لو خرج منها بيترك عاهة مستديمة. البنت الأنسة لسه ما اتجوزتش طبعا بيقولها أخرج من العورة بتاعتها أو يأثر على غشاء البقار عندها. طبعا معذرة في الألفاظ دي أو الكلام ده، بس لازم نفهم الناس، لأن طبعا لا حياء في الدين، لا حياء في الدين، لأنه بيأثر. فإذا لابد أن يكون المعالج متمكن، لأن الجن لئيم وماكر، ممكن يخدع الشيخ أو المعالج، ياخده في حتة ويخرج من حتة تانية يأذي المريض، فيكون السبب بدل ما يكون سبب في شفاء ودواء المريض يكون سبب في عجزه، عجز تام. تمام، نرجع بقى للآيات. اتفضلي يا فندم. حضرتك كنت بتقول في آيات وأنا قطعتك في الكلام. ما احنا قلنا بأمر الله عز وجل هتبقى في آيات العذاب أو آيات الحرق للجن يقرأها المعالج أو الشيخ الروحاني كذا مرة، ولتكن آية الكرسي، ولتكن العشر آيات الأولى من سورة الصفات، فهي آيات عذاب وحرق. سورة البروج على فكرة العلاج الروحاني
سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل معالج بيبقى ليه فنياته وليه شغله في العلاج بتاعه، بس كيف يصل بالمريض أو المسحور أو الممسوس أو الملبوس إلى الشفاء في أسرع وقت؟ كيف يصل في أسرع وقت للعلاج أو شفاء المريض؟ طبعا احنا النهارده برنامج حلقتنا النهارده بنتكلم عن الجن العاشق، فخلي حوارنا كليته حوالين الجن العاشق حتى الموضوع ما ينفردش مننا. الجن العاشق يؤثر على الحمل؟ أقول لك نعم بيأثر على الحمل طبعا. ليه طيب الجن العاشق من مصلحته ان الواحده تسقط او ما يحصلش انجاب للرجل اذا كانت جنيه او انثى؟ هي بتغار عليه او بيسبب اجهاد او بيسبب عقم؟ عقم بيجي حساسات الجماع، بيخرج الحيوانات المنويه عند الرجل والست، تروح تعمل تحاليل طبيه واشعاعات وكانت ما لقيش عندها اسباب تمنع انها تحمل. وكذلك الرجل ما عندوش اسباب ومع ذلك ما بيحصلش حمل او كلام من ده. فلما بيجي نقرا عليهم بنلاقي فعلا في يا اما جن عاشق بيأثر على موضوع الحمل عند الست او العقم عند الرجل، وكذلك اذا كان في سحر بعدم الانجاب برضه بيرتبطوا. عندنا حاجتين لازم نقارنهم ببعض. الجن العاشق يشارك البنت اللي ما اتجوزتش في سحر وقف الحيض وتعطيل الزواج، نفس الاعراض واحده. يعني اذا البنت اللي معمول لها سحر بتعطيل الزواج، والجن العاشق اذا كان عليها جن عاشق بيعمل نفس اسباب او نفس العلامات اللي معمول لها سحر بتعطيل الزواج. وكذلك سحر تعطيل الزواج ممكن الخادم بتاع العمل بتاع سحر تعطيل الزواج يعشق البنت بعد ما يلبسها فيسبب يتحول من مكلف بعمل لعاشق وعايز يصطفيها لنفسه. فالاثنين طمة كبرى بأثروا. طب حضرتك بقولت ممكن الجن العاشق يأذي المتقدم لخطبة الشخص اللي عليها جن عاشق؟ طبعا من ضمن الحالات اللي جات لي كانت حالات طبعا يعني المبهمة، انه مثلا واحد حصلت له حادثة فظيعة جدا وكان معرض للموت. الله صلى الله عليه وسلم بنت برضو كان عليها الزوج بتاعها او خطيبها اللي بيتقدم لها عليه جنيه عاشقه، فكانوش بيخلوها ينام، كانت بتنضرب بالجلام كان يعني شارحة. فاكر حضرتك الفيلم بتاع توفيق الدجن اللي قلبها فيها فيرة او طاقية لخفه؟ نفس النظام، مش شايف حاجه قدامه وزي ضرب الجلام على الوش، تميل الوش يمين شمال، بيعاقبها الجن العاشق انها تكلمت مع خطيبها. ده هي بتبقى حاسه بده؟ حاسه بضرب الجلام وانا مش شايف حاجه، انا كمعالج بقرا عليها في نفس حجه العلاج ومع ذلك زي ما كنت ضرب الجلام طخ طخ يمين شمال. ولكن بفضل الله عز وجل ربنا مكننا منه، والبنت دي تزوجت كانت من حته من الشرقيه كده وربنا كرمها دلوقتي اتجوزت وخلفت الحمد لله. بس كان دايما يهددها انها يعني ممكن ياثر على شهر البقره عندها. يعني هو بيظهر لها وبيكلمها؟ هي شايفاه احنا ما نشوفوش. يعني بيظهر لها هي وبيكلمها؟ طبعا وفي الحمام بالذات كان بيعلمها يعني بيضربها ويعتدي عليها. سواء اعتداء جنسي سواء اعتداء بالضرب، لو ما سمعتش الكلام بيعتدي عليها. فكرتني بفيلم بتاع النجمه يسرى بتاع الجن والانس لما كان بيظهر لها برضو عادل امام في صوره جن، وكان هو برضو كان جن عاشق انا فاكره الفيلم ده يعني. تمام الفنان الكبير عادل امام طبعا. طبعا سياق الدراما دايما الدراما بتجيب حقائق من اللي بتحصل، بس للاسف الشديد بتيجي عن طريق السخريه. لا لو درسنا المنهج صح ودرسنا العلاج صح هنلاقي فعلا الكلام ده بيحصل بس بدون سخريه. طب هنقول كل الناس عندها سحر او عليها جن عاشق؟ هنقول لهم لا. في حته ثانيه دكتور رشا كويس ان ذكرتني بيها، اللي عليه جن عاشق عليه جنيه عاشقه او هي البنت او الست عليها جن عاشق، هل اذا حبها هل ممكن يتجوزها؟ بنسمع كتير ده متجوزها من تحت الارض. طبعا الكلام ده غلط. لا يجوز زواج الجن من الانس ولا زواج الجن الانس من الجن، بل هي قضيه استمتاع فقط. ولذلك ربنا قال في القرآن الكريم إيه؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، الجني من نفسه والإنسي من نفسه، من نفس الفصيلة يعني، من نفس الفصيلة. فلو حصل علاقة بين الجني طبعا في المنام بتشوف على هيئة حلم أو شيء على هيئة استحلام، فدي بتعتبر بتوجب الغسل طبعا عليها، ولكن ما فيش مولود بيولد بينهم أو ما بتحصلش حمل لأنها مجرد أن عليها جن عاشق أو متزوجة من تحت الأرض. في سؤال برضو جه في دماغي دلوقتي، واحدة وعليها جن عاشق تمام وهي متعرفش تمام، بس هو خرب لها حياتها. مش ممكن بيجي عليه لحظة ويموت وبتستقر هي حياتها، ولا الجن ده ما بيموتش؟ الجن ثلاثة أفصال، منهم من يصل لسن معين وليكن 100 سنة ويرجع يجيب من الأول من تاني، وفي منهم من المعمر إلى يوم القيامة اللي على هيئة فصيلة إبليس أو ذرية إبليس عليهم لعنة الله جميعا، ومنهم اللي بيموت زينا. يعني اذا هي وحظها بقى اذا كان الجن اللي عليها او الجن العاشق من الاعمار المتعمره. الانسان نفسه بيموت؟ لا. في سؤال احسن من كده دكتور رشا مع احترام حضرتك، اللي معمول له عمل هل ممكن لما يجي الجن بيسيب الجسد بينتهي لمده معينه يسيب الجسد ويمشي؟ اقول لحضرتك لا، الجن بيدنه متربص العمل ما دام ما نفكش عليه شيخ او معالج بيدنه، لان لما يشوف عزرائيل داخل على الشخص نفسه يقبض روحه بيسيب الجسد ويمشي.
ولذلك بيحس فقرات بسيطه انه جسمه مرتاح وما فيش حاجه وفجاه يكون ايه انتقل الى الرفيق الاعلى. فاذا بدا من عمل سحر لابد ان يفك عليه يد معالج او شيخ او كلام ده. طب ايه هي الادوات بقى اللي بيستخدمها المعالج الروحاني في حاله الممسوس او المسحور او اللي هو متلبس بجن؟ طبعا بدايات المعالج اللي بيعالج بالرقية الشرعية او المعالج الروحاني اللي احنا بنشوف مثلا عنده عشان نقول هذا المعالج بيستخدم ادوات صحيحة وادوات طيبة، احنا قلنا اول حاجة المسك، لما بنشوف ريحة المسك تكون مسك روحاني وبيأمر المعالج المريض انه طبعا اذا كان عليه جن عاشق ما بيستخدمش على فكرة 32 فتحة دول الا الجن العاشق بس، عشان في اغلب الحالات او اغلب الحالات اللي بتجي لي بتكون راحت لشيخ ببص الاقي دخل المسك في كل العلاجات اللي عنده، دخل ورق النبك في كل العلاج اللي عنده، وان ورق النبك لا يستخدم الا للمربوط بس، ما شاربه مخطيه ممسوسه بنسميه علاج العموم. نيجي بقى لموضوع الادوات كما بتقول الدكتور رشا، طبعا ده اسمه زعفران او مداد طاهر. لما نيجي نستخدم المداد الطاهر طبعا بتكتب بيه ايات الرقيه او ايات فك السحر، بتطلعها لصوره الفاتحه من المصحف. والكلام يا جماعه طبعا للساده المشاهدين اللي شايفيننا، ما فيش حاجه اسمها حروف تنكتب مفرده، القران يكتب كما هو، الكلمات واضحه ولو كتبها بالتشكيل يكون افضل كمان. ببل الريشه وتتاخد ريشه وينكتب بيها زي بالطريقه اللي انا بوريها لحضراتكم كده. في بعض المعالجين بيجيب اختام مثلا عليه صوره البروج، خشبه مفخور فيها صوره البروج او مفخور فيها ايه الكرسي، ويعصها زعفران ويدمخها وتشربي. لا، بركه الشيء باستخدامك انت ليه، تستخدم الزعفران تكتب ايات الرقيه ايات فك السحر زي ما المعالج يقول لك، ولكن المهم يكون مداد طاهر زعفران وينبل بريشه عاديه مش بقلم وينكتب بيه. تمام. اللهم صل على محمد. ماء الورد، ماء الورد يستخدم الماء المقروء عليه قران زي ما احنا بنقول، يفضل ان يحط عليه قيمه نقطتين او ثلاثه من ماء الورد. اذا كان الجن متربص بقلب المريض او بسبب صداع يدهن دماغه او يدهن قلبه المنطقه اللي فيها الالم او الصداع. طبعا يستخدم زيت الزيتون بطريقته، ينقر عليه الرقيه الشرعيه ويتفك السحر، ويستخدم دهانا او شربا للمريض على حسب المعالج ما يقول. طبعا عسل النحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء امتي في ثلاث، ومنهم ايه جرعه عسل، ومن لم يشفيه القران فلا شفاه الله. اتفضل يا فندم. بنشكر حضرتك طبعا يا دكتور على تواجدك معانا النهارده. شكرا جزيلا. ونتمنى نكون فدنا الساده المشاهدين ونكون ان شاء الله سبب في شفائهم ان شاء الله. اكيد طبعا. بشكر حضراتكم طبعا اعزائي المشاهدين على المتابعه، ودي كانت اخر حلقه في السيزون، وانتظروني في سيزون جديد ان شاء الله. السلام عليكم.